تم تنظيم هذه الوقفة اليوم للتنديد بالقرارات اللي اتخذتها معظم الدول بعدم مساعدة الشعب السوري في الشمال المحرر، لأنه شفنا نحن لهلا لليوم الثالث ما زالت كثير من الناس تحت الأنقاض، ولكن ما في كان لا أي مساعدة ولا أي دعم من أي شخص إن كان. اليوم الناس لليوم الثالث تحت الأنقاض بحاجة لمساعدات، إن كانت من اللوجستيات، إن كانت من المعدات، إن كانت من الأمور اللي بتسهل وبتيسر أمور الناس الموجودة في الشمال المحرر. كتير عم بيقولوا إنه حالياً ما في المعبر ما ممكن يدخل مساعدات، ولكن بالمقابل عم نشوف إنه يومياً من اليوم الأول في دخول لجثامين الشهداء السوريين استشهدوا في تركيا. إن شاء الله بيكون في مساعدة للناس المتضررة تحت الأنقاض ما زالت.